السلام عليكم ورحمة الله. المهندس الإمارات الشارقة بقدم لكم الإصدار الجديد والحديث من شركة لانش العريقة الإكس 431 برو الفيرجن 5 الجديد الجيل الخامس اللي هو بنهاية 2022-2023. هذا آخر إصدار، طبعا لو شايفين اختلف شكله بشكل كامل، تدريعته اختلفت. طبعا هو 8 إنش، ظلوا 8 إنش تمام، ولكن زاد معانا الحجم البروسيسور. الان 2 جيجا هيرتز كواد بروسيسور، كان بالاول 1.3، فمعالج سريع جدا. لو شايفين كمان عندي الميموري هون، فيه صارت 4 جيجا بت، القديم كان 2 جيجا بت. الرام اللي هو 64 جيجا بت، القديم كان 32. الميجا بكسل الورا اللي هو الكاميرا صارت 8 ميجا بكسل، شايفين شوف اكبر وافضل واقوى تمام. طبعا هذا كله بيفرق بالسعر، احنا نتكلم الان من ناحيه هاردوير، وعندك كمان من ناحيه سوفت وير راح نتكلم عن الاشياء اللي يعني خلينا نقول اللي تغيرت فيه. يعني عندك مثلا اول شيء خلينا نراضيكم هون، طبعا حجم الصندوق قل بكثير، وهذا من بيسهل عمليه حمله تمام. لو شايفين هذا كان فيه فعلا فضاوه كثير، طلبنا منهم انهم يصغروا حجم الصندوق الاصدارات الجديد، وهذا اللي يسووه. هذا عندنا طبعا هون الجهاز بيكون موجود هون تمام بالطريقه هاي حلو. وهذا عندك اللي هو البلوتوث مالت لانش، طبعا البلوتوث مالت لانش هون صار يدعم الكان اف دي بروتوكول، يعني سيارات الجي ام اللي هي الفوق ال 2020 21 22 صار هذا يدعمها، وممكن في بروتوكولات ثانيه اندعمت، لكن على الاقل هذا اللي انا اللي بتكلم عنه. شوف الاو بي سكار هذا فيرجن 7، كان القديم مثلا فيرجن 5، هذا فيرجن 7 اخر شيء، فبروتوكولات اللي بيدعمها اكثر بكثير تمام. بالاضافه لانه خلينا نقول حجم يعني المسافه اللي بيتحملها في البعد بتكون اكثر، فيعني مطور، اكيد انه مطور. طبعا خلينا نشوف ملحقات الجهاز بشكل كامل، ما اختلفت طبعا، خلينا نقول انا بسميها الاحباشات هاي. عندك هذا الكيبل التطويلي لهاي، طبعا احنا موضوع يعني انه تنساب السياره دائما بنقول انه هسه هذا بيجبرك، راح يجبرك اصلا تركب الكيبل، لانه ما بركبش بالبلوتوث اللي هي الصغيره، فمن هون بدك تركبها تمام بالطريقه هاي. ركب، شوفوا حتى الكواليتي تبعته فعلا عليت، وهذا بتركب في السياره تمام. وعندنا هنا وصلات السيارات القديمه اللي هو المرسيدس بنز، المهم مثلا البي ام دبليو، التويوتا، الكيا، الفورد، التويوتا، الجي ام، الهوندا تمام، ومع بعض الكوابل والشواحن اللي انت بتحتاجها من هذا الجهاز. وهي لو شايفين كمان سي تايب كيبل، لو انت بدك مثلا تشبك عليه على اللابتوب، على عفوا تشبكه على بي سي، او تشبكه تتعامل معاه تعمل فلاشنج عليه او اشي. طبعا هذا لو شايفين هذا الانبوت اوتبوت تبعته، هذا السي تايب تمام. وهذا عندك كمان انبوت اوتبوت هون خلينا نقول يو اس بي تمام. وهذا عندنا كبسه الباور سبلاي من هون، وما فيش فيه اشي ثاني خاص. طبعا في من هون سبيكر او مايك عفوا، ما بعرف اذا في السبيكرات وين، مش عارف تمام. هاي السبيكر، شايفينها هاي السبيكر، هذه السبيكر من هون بتطلع الصوت، فيعني كومباكت بشكل جدا ممتاز. احنا زي ما قلنا الهاردوير فعلا تغير فيه. هذا كرتونته الخارجية، الجيل الخامس الآن متوفر في شركة المهندس الإمارات الشارقة. طبعا هذا الجهاز زي ما تعودنا، هاي الواجهة الرئيسية، خلينا نشوف الواجهة الرئيسية. هذه الواجهة الرئيسية، من هون الانتليجنت دياجنوسيس بتشبك بشكل تلقائي تمام. طبعا هاي مش شابكة، لازم تكون هاي شابكة وشغالة تمام. طبعا هون في لايتات انت مش شايفها حاليا، احنا راح نشبك بالسياره. شوف الباور، هاي في لايت بس انت مش شايفه، فيهيكل انه شابك على السياره، وهاي الانبوت اوت. راح نشبك هسه على السياره، شوف بيحاول يتواصل مع اللي هو هذا السيريال نمبر مالته، لكن احنا خلينا يعني نقول نطلع على السياره ونشتغل عليها بشكل عملي تمام. هاي اللوكال دياجنوسيس، لو شايفين هاي اللوكال دياجنوسيس، طبعا هاي السيارات الموجوده كمية كبيرة جدا جدا من السيارات. طبعا هو بالسوفت وير راح يكون نفس الدعم، بس البروتوكولات بتختلف. يعني البروتوكولات مثلا زي ما قلنا، زي انا هذا الشيء متاكد منه هو الجي ام مثلا، الكان اف دي خلص حاليا ما في داعي انك تشتري وصلة كان اف دي بقيمة 500 600 700 درهم او ريال سعودي، انت بالحالة هاي هذه انتجريتد يعني منها وفيها
تمام. هاي شوف السيارات تون، احنا يعني ممكن نروح عشان نسهل الموضوع، مثلا السيارات الامريكيه شوف نفصل لك اياها كلها، الشفرليه، الكرايزر، البويك، الجي ام، الفورد، الفورد الفيت، الدوج، اللينكولن، الجيب، السيارات الاوروبيه تمام. انت فيك يعني توقف الشاشه خلينا نقول وتعرف السيارات اللي بدعمها. يعني انا راح احاول اوقف كل شويه هيك بحيث انت تشوف السيارات اللي بدعمها. يعني ما شاء الله كميه كبيره جدا من السيارات اللي بدعمها جهاز اللانش، جهاز فعلا رائع وممتاز وسهل في الاستخدام. الاسيان، السيارات الاسيويه، هاي السيارات الاسيويه بما فيها الاسوزو وما فيها الهونداي. الهونداي طبعا هذا الجهاز بدعم 12 فولت فقط، ما بدعم ال 24 ولا بدعم اضافه وصله ال 24. اذا بدك يعني تاخذ وصله الشاحنات بدك تاخذ اللي هو الاصدار الاعلى، مش البرو، بدك تاخذ البرو 3، بده يكون هون اسمه 3 تمام. هذاك بيقبل لك وصله الشاحنات. لو شايفين هون شوف، هذه تكمل معانا في السيارات اللي بيدعمها تمام، بيدعم كميه كبيره. طبعا هاي السيارات الصينيه كمان. بالنسبه للغه اللي بيدعمها هذا الجهاز، بيدعم اللغه العربيه واللغه الانجليزيه تمام. ولو انت بدك تستخدمه لازم تستخدمه في منطقه الشرق الاوسط ونورث افريكا، ما بصير تاخذ هذا الجهاز على فرنسا او على اوروبا او على يعني خلينا نقول اوروبا بشكل عام او امريكا او مثلا في مناطق بيشتغلش فيها. شيك معانا يعني من تركيا ورا ما بيشتغلش هذا الجهاز، عليه شيء اسمه اي بي ليميتيشن لحمايه الموزعين. ومش من هون المنطلق، هم بيعطونا 3 سنوات تحديث مجاني. اذا هاي السيارات الصينيه احنا رح نستعرض معاكم. حبيت اتكلم بموضوع ثاني عشان انت تاخذ راحتك تتفرج تمام. وعندنا هون كمان موضوع اللي هو السيرفيس ريست. هاي السيرفيس ريست الموجوده اللي شايفين كميه رائعه جدا من السيرفيس ريست، 6 و6 18 19 20 21 22 23 سيرفيس ريست بدعمها. ما بعرف يعني اذا فعلا عدد الريست اكثر من الاصدار اللي قبليه تمام، لكن ما شاء الله كميه هائله وممتازه. يعني عندك البريك ريست، عندك الاويل مينتنس ريست، غيار الزيت، الستيرنج الكهربائي يعمل له ريست، يعمل ريست للبطاريه، للاي بي اس بليدنج، تنسيم الزيت، الالكتريكال ثروتل ريليرن اللي هي دواسه البترول اعاده ضبطها، عندك التي بي ام اس ريست اللي هو برمجه سناسر ضغط العجلات تمام، وعندك الدي بي اف. طبعا هذا بتقدر تستخدمه بدك تشتري له تيست جن اللي هي اضافه على هذا الجهاز عشان تقدر تشتغل معاها. طبعا هو بيكشف عطالها وبيمسح عطالها، بشوف لك الحساسه خربان، بس لو بدك تبرمج السنسور نفسه بحاجه انك تمتلك اللي هو التيست جن اللي هو ان شاء الله راح نعرض عنه بفيديو اخر. هاي دبت البيئه دي بي اف ريجنريشن، هاي الاد بلو ريست تمام، هاي الكرانك شافت بوزيشن اللي هو الكرانك شافت البوزيشن سنسور اللي بده يعمل له ادابتيف او ريليرن مره ثانيه اذا علق عندك. الاي جي ار مثلا، فتحه الاي جي ار هاي ممتازه، هاي ما بعرف حتى ما كانت اتوقع موجوده بالبرو العادي، كانت موجوده بالبرو 3 بس، بينما هيها موجوده ومتوفر هون صراحه. حتى واجهه البرنامج تغيرت الاصدار الجديد. جير بوكس ريليرن موجوده، الايمو بروجرام يعني ببرمج مفاتيح هذا الجهاز اللي بيسال عن برمجه المفاتيح، وهاي الايموبلايزر ريست يعني اللي بدك تعمل سكيورتي ريست. اذا كمان الترانسبورت مود كمان انك تشيله، طبعا يعمل لوك عليه والسياره منقوله بيعملوا لوك عليه عشان انت تعمل ريموف لها. هذا يعني انا بقول هذا ما كانش موجود حتى بالبرو العادي، الان البرو هذا الجديد في كل شيء. ويندوز كاليبريشن معاير هذا. طبعا في ميزه انا ما ذكرتهاش بالجديد، انه هذا بيدعم لك شغلتين، البلوتوث وعن طريق الواير، يعني فيك تشبك من هون عن طريق الواير مع هاي. يعني لو شفتها لو فكينا هذه بس عشان نراويكم، هي ميزه، ميزه جدا ممتازه. لانه افرض تعطل معي البلوتوث، افرض بدي اعمل مثلا كوميونيكيشن اسرع ما بين هاي وهاي، بقدر انه اسويها. طبعا فيك تشتري كيبل يعني اطول من هذا خلينا نقول تمام. هاي عندك السي تايب بتدخلها هون تمام، وعندك هاي هون بتدخلها في هذا تمام، بصير عندك موصول بالكيبل تمام. هاي اللي حطيتها تمام. فاذا انت فيك تشبك، شوف صار يشبك بالكيبل وبهذا. طبعا هاي العمليه انت طبعا كنا نحتاجها، مثلا بنحتاجها او يعني لما بدنا نحدث الفيرموير تبع هاي، مثلا افرض نزل اصدار جديد من شركه لانش وبدك تحدث هذا الفيرموير،
مش قابل عن طريق البلوتوث، في مشاكل بالبلوتوث. مثلا الفيرموير بالذات انا ما بنصح باي جهاز بالعالم تسويه بالبلوتوث، لانه ممكن يقطع، بيعمل يعني يقطع بنص البرنامج ويعطب عليك الفيرموير. اما هذا هيك صرت تقدر تبرمجه عن طريق هذا، عن طريق الكيبل، وكمان تشتغل عليه عن طريق الكيبل، مش بس انك تحدث الفيرموير. يعني انا لو اليوم بدي مثلا اشبك على السياره من هون، بشبك وبشبك كيبل او بشبك بلوتوث. اذا الخيارين معي، اذا جهاز رائع جدا. وهي شوف علم عندك الفي سي اي هون انه لونه اخضر وانه شابك على الجهاز. طبعا عندنا اكثر من شغله، مثلا مثل الريموت دياجنوسيس، اذا حدا بده يدخل معك عن بعد ويشيك معك الجهاز ويشوف انت مش عارف تسوي شيء معين او عندك مشكله معينه، ممكن ندخل معك احنا او شركه لانج عن طريق الريموت دياجنوسيس. هذا شايفين التي بي ام اس، هذا اللي كلمتكم عنه وقلت لكم انه لازم تضيف. شايفين هاي التست جن بيجي معاها ورقه تفعيل، بتفعلها انت وتعمل بند معاها، ربط بتربطها معاها وبصير تشتغل على هاي برمج الحساسات. خلينا نرجع هون نشوف هاي السوفت وير ابديت من هون. طبعا هذا الجهاز سجلناه احنا وجهزناه للعميل، وهي بيظهر عندك السيريال نمبر هون، وهي هون الداونلود كله. شوف هون عندك كاي اللي بيظهر عنده النقطه هاي انه مش عليها تك، بيكون البرنامج الكرنت فيرجن. الكرنت فيرجن هون هو نفسه الابديت فيرجن، يعني نفسه متكافئات. شوف بعطيك خيار هون كمان انك لو بدك ترجع مثلا ممكن للاصدار الاقدم منه او شيء، ما اعرف ممكن تكون موجوده. تمام، هذا بحال انه انت حدثت شيء معين ما اشتغلش معك، كان في مشكله، ممكن ترجع للاصدار اللي قبل شوي. طبعا والسايز تبع البرنامج هون ببين، وهاي التحديثات مالته كليات. طبعا هو تقدر من هون تقدر تعمل انت تفوت وتشوف السوفت وير هيستوري فيرجن ريكورد. مثلا شوف هون كان 57.3، كان قبليه 21، قبليه ال 20. تمام، هذا يعني ببين لك شو التحديثات اللي صارت عليك، هذا كهيستوري يعني. تمام، فموجود البرامج كلياتها هون. لو كان عندك برنامج مش واصل، تمام، لو كان عندك برنامج عفوا مش نازل عندك، مباشرة هو بيعطي عليه لون، بيغير لونه وبيعطيه بالاول بحيث انت تعمل عليه ابديت. انت من هون بتعمل ابديت. خلينا نروح نرجع نشوف الاشياء الثانية. Diagnostic History هون بتتخزن الريبورتات كلياتها. هون عندك الفيدباك، اذا بدك تكتب فيدباك معين للمصنع، عندك اخر 20 سياره شيكتهم بيطلعوا هون. فاللي بقول والله انا السياره الفلانيه مثلا مش راضي يشتغل معاي الاشي الفلاني، بنقول له روح اكبس على السياره اللي هون، اعمل فيدباك، قول لهم والله انا صار عندي مشكله، هم فورا هذا الفايل بيعطيهم كل التفصيل. تمام، وهي عندك الاداس الاسيستنت درايفنج اسيستنت سيستم، تمام، اللي هو يعني الكاميرات، نظام مساعدة القيادة، يعني الكاميرات الخلفية، مثلا الكاميرات الأمامية، اللاند ديسبلين، النقطة العمياء، النايت فيجن، كل شيء بيدرج تحت هاي. بتقدر تشبك معاه هذا الجهاز إشي اسمه الأداس كيت، اللي هو موضوع المعاير الرادار. ومن هون هذا المول، شوف حتى هذا فيه يعني زي مول، زي أنت تشتري منه إذا في ريسيرفيس ريست مش موجودة، يشوف بالجهاز هو بيشيك لك، بيشوف اذا في والله اشياء مش موجوده. عشان تشوف فون التسلا مثلا تنشر لحال، الفوداي بتنشر لحال، المكلارن، يعني في ناس بيقول لك والله المكلارن مش موجود، تقدر تشتري ب 79 دولار، هذا اضافه. طبعا هذا لو تطلع على الاجهزه اللي اعلى من هذا حق 14 15 ألف بيكون فيها، بس انت ما بدك مثلا غير المكلارن مثلا تروح تشتري. شوف البي ام دبليو موتور مثلا، شوف هاي عندك الاشياء، ياماها موتور اتوقع هاي كمان فيها للموتور سايكل، بمشي سوزوكي موتور، كوازاكي موتور، اتوقع انها بتمشي في مكائن ممكن تكون بحريه، تاكدوا من هذا الموضوع. في ناس بيهمهم هذا الموضوع، يشوفوا موضوع اللي هو المكائن البحريه او شيء، بيقدر تشتريها من هنا. وشوف هاي الكوميرشال فيهيكل مش مدعوم فيها، اللي هي السيارات الكبيره، دير بالك هذا السيارات الصغيره فقط. اذا بدك للسيارات الكبيره تفضل اشتري البرو 3 اللي هو حجم الشاشه 10 انش، راح نشرح عنه اليوم كمان في فيديو اخر باذن الله. اصدارات لانش ال 2023 احنا بنسميها، لانه السياره لما تقوم موديل 2023 من بعد شهر 5 او 6 خلص بتنزل موديلات 2023. عندنا هون الفيهيكل كفرج، يعني من هون انت بتقدر تشيك شو السيارات اللي بدعمها هذا الجهاز. طبعا احنا بنعطيك دائما لينك رابط تشيك عليه شو السيارات اللي بدعمها، عشان ما حد يجي عاتبني يقول له السياره الفلانيه. فشوف هاي السيارات اللي بدعمها، مثلا تشيري، كرايزر، اي اللي بدك اياها مثلا موجوده هون. مثلا فيراري مدعومه، شوف تدخل هون بتشوف الفيراري مثلا شو الموديلات المدعومه، 1993 مثلا شو المدعوم فيها بالضبط، تقدر انت تشيك عليها من هاي الليسته. تمام، خلينا نطلع برا هون ونشوف موضوع اليوزر انفورميشن، يعني هذا اليوزر احنا حدثنا له جهازه، شو الفي سي اي المربوطه معاه اللي هي هاي، شايفينها؟ هذه هاي الفي سي اي،
اللي بنسى يوزر نيم وباسورده بيكون مش مربوط مع، لازم انت تروح على الفي سي اي تلاقي اليوزر نيم وباسورد لما تعمل لوج ان لازم يكون مربوط مع نفس البلوتوث اللي عندك، تمام؟ اذا دخلت الان انا عرفت يوزر نيم ثاني وباسورد ثاني ودخلته ما لقيت الشاب ما راح يشبك معه، فدير بالك من النقطة هاي، ورجاء تحافظ على اليوزر نيم والباسورد اللي اول ما تعرف فيه. وطرحنا فيديو احنا امس عن موضوع تسجيل جهاز اللوج الفي سي اي مانجمنت، تمام؟ هيو انه ماتشنج مع هذا اكتيفيت في سي اي. هون لو بدك تعمل اكتيفيت لفي سي اي اخر، لنفرض مثلا انت يعني ضاع عندك هذا، ضاع بالحالي هاي بدك تشتري واحد ثاني واحنا نقلب لك السوفت وير، مش تعمل اكتيفيشن ثاني. هذا لو بدك مثلا هذا، يعني شوف هاي مثلا تستفيد منها حالي وحده، لو انت مثلا ضاع عندك هذا، تمام؟ وعفوا بدك تستخدم هاي الشاشه للجهاز اخر او لبلوتوث اخر، بتقدر تجيب الاكتيفيشن تاكتيف هون بس فقط، يعني هاي انت ما راح تستفيد منها نهائيا النقطه هاي. طبعا بالبرو 3 بتستفيد منها، ليش؟ لانه بتاكتف مثلا تبع الشاحنات، وصلت الشاحنات بتاكتفها هاي، فبنزل عندك برامج الشاحنات. هاي الفيرموير فيكس هاي اللي قلت لكم عنها، if you are experienced difficulties communication with VCI، اذا انت عندك يعني بتواجه مشاكل في انك تحكي مع هذا بدك تحدث السوفت وير تبعه، فمن هون بتقول له فيرموير فيكس. خلينا نعملها فيرموير فيكس. هي شوف شو بيحاول، your firm is updating، بيحاول يعمل ابديت على هذا الفيرموير. دائما الفيرموير ابديت بنصح تعمله، طبعا بصير بالبلوتوث انت اول ما تشبكوا بالسياره من بعد مده لما يجيك مثلا ممكن يحاول يعمل انه فيرموير تحديث، بس لو كان في مشاكل فيه مثلا، في حد اشتكى قال والله اذا مثلا بعدت عنه بالقيمه الفلانيه ورجعت ما بيشبكش معي بالمره، فاحنا بنعدل، بيكونوا هم عدلوا السوفت وير قالوا لما ترجع مثلا يعني عدلوا السوفت وير بحيث يشتغل، فانت بتنزل عليه السوفت وير الجديد سامبلز ماي اوردر. شوف الماي اوردر هذا، تمام؟ اللي هو الاوردر مالتك، خلينا نشوف المفروض يبين هون او بماي بروفايل انه الابجريد بيريود، تمام؟ اذا يعني لو حبيت تعرف فتره التحديث تبعتك روح على بروفايل افضل لك. من هون طبعا شوف هون مبين ايميل، الايميل والكنتر هاي بعناه على قدر هذا الجهاز مثلا. شوف هون بتروح على الابجريد، والان هو شو بيسوي؟ بشيك مع السيرفر بقول له هذا الجهاز انا السيريال نمبر ما مسموح لي اشوف ل 2025، احنا ب 2023 24 23 احنا ب 2022 23 24 25، اذا ثلاث سنوات، اذا ثلاث سنوات هذا حدثناه شوف 4 5 هيو ل 4 5 2025، اذا نضيف ثلاث سنوات، شوف هاي لثلاث سنوات كل السيارات معها تحديث لثلاث سنوات، تمام؟ من هون بتقدر تغير تشينج باسورد، حط الاولد باسورد هون، نيو باسورد، نيو باسورد، قول له سيف تشينجز لو بدك تغير الباسورد. هون السيتنج، هاي السيتنج، هون بتقدر تحط الشوب نيم مثلا اسم محلك عشان يطلع بالتقرير، تحط عنوان محلك مثلا، تحط الدوله، تحط السيتي، المدينه، كل الامور هاي تسويها وتعمل سيف بيطلع معك بالتقرير هذا، تمام؟ هون بدك تعمل لوج اوت من هذا الاكونت وتدخل على اكونت ثاني، اذا جهاز سهل جدا في الاستخدام. اخر نقطه نروح عليها اللي هي اذر موديولز، روح بسرعه ان شاء الله. في عندك التول بوكس تقدر تضيفه، الريكوردينج ماستر، الكالكوليتر، هذا مهم تقدر تستخدم الكالكوليتر، تقدر تستخدم البراوزر العادي انك تروح على الانترنت هذا، تقدر تتوقع تعمل ريكوردينج، تمام؟ اوكي هاي من هون تقدر تعمل ريكوردينج لايش؟ للشاشه اللي بصير معك. ممتاز هذا، شوف يعني الان هو بيسجل، يعني شوف لو اقدر اعمل ريكوردينج اتوقع واجي هون اشيك مثلا وبعدين نروح نقول له مثلا وقف، هاي بيسيف الفيديو الاخر، شوف ببين لك انت كيف قاعد تشتغل. هذا بدك توديه كايميل للشركه الصانعه مثلا، هاي بقول لك سيفه هون مثلا جاست وانس، سيفه هون، سيفه وبتقدر تبعثه للشركه الصانعه، تمام؟ عندك هون هاي الكاميرا اذا بدك تشغل الكاميرا، تمام؟ طيب الجاليري هون الصور اللي مخزنه كلياتها، تمام؟ هاي شوف الصور اللي اخذناها هسه قبل شوي او سكرين ريكوردينج، تمام؟ كله موجود هون. الفايلز، هاي الفايلات تبعت الاندرويد سيستم هون الموجوده، اذا مخزن اي شيء بدك تمسح، بدك تنظف، بدك تسوي اي شيء بتقدر من هون. ونروح على تيبل سيتنج، اذا إذا يعني بالنسبة لأول واحد التول بوكس،
من هون انت بتقدر تضيف مثلا سكوب بوكس، تقدر تضيف السنسور بوكس اللي بشيك على السناسر، هذا المالتي ميتر، في عندهم مالتي ميتر، في عندهم هذا جهاز برمجه قول معي اللي هو البطاريه او فحص البطاريه من الليست تبع البطاريه. من هون بدك تضيف اللي هو الاكس بروج الايمو بروجرامر، تمام، تقدر من هون تضيفه تشبك معاها وتضيفه، تمام. خلينا نطلع منها. وهون الفيديو سكوب بدك تضيف عليها اللي هو الكاميرا، كاميرا المراقبة طبعا تشوف مباشرة، بيطلب منك توصلها عن طريق هذه، فبتوصلها عن طريق هذه وبتصير تشوف الصورة وبتقدر تعمل سكرين ريكوردينج. شكرا لكم، اطلبوا هاي الجهاز من شركة المهندس الامارات الشارقة على 0971501679410. اهلا وسهلا بكم.